انا عندي مشكله في الجروب، جروب اتحاد الشاغلين. بصي بقى، انا في ال15. احكي لي عن نماذج. وبعدين انا ملتزمه جدا بالموتور وعامله زرار، وبعدين مش قاعدين في الشقه اساسا، الجروب ده بتاع شقه بحري اسكندريه، مش عارفه يعني انا ما اقدرش استغنى عن اسكندريه، بحري بالذات مسقط راسي. فالجيران بقى يعني عارفه اللي ماسكه الجروب مدرسه وست بقى عارفه ملتزمه جدا، الاستاذه سرية عارفاكي. المهم ايه، في حد مشغل الموتور من فضلكم تفوق هيتحرق، محدش في ال17 بيرد غيري، والله العظيم انا قافلاه. وانت سام في مصر؟ لا وانا في مصر. بس حريصه انك تردي. يقولوا على فكره احنا مش بنوجه لك انت الكلام، احنا للكل. بس مش عارفه ليه احساسي اللي على راسه بطحه. ايوه مش انا والله. فاتصل اللي قاعدين بقى يردوا، مش كده؟ يردوا دول بقى اللي ما بيردوش على فكره. يعني انا رد ليه وهم ما بيردوش ليه؟ وبعدين ايه، من فضلكم مين ساب باب العماره مفتوح؟ والله قفلته ورايا.